ايوه بس انت شكلك رياضي. رياضي يعني بتلعب رياضه او حاجه؟ مين اللي قالك رياضي؟ انت مش رياضي؟ لا مش رياضي. طب انا اسف، ما تزعلش، حقك علي. بتشجع انهي نادي بقى؟ بشجع الاهلي. اهلاوي؟ ايوه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، خليك بقى. خد يا ريس، يا ريس، يا ريس، انت انت يا راجل، انت خد. انت قلت له حاجه زعلت؟ خد يا جدع انت. ما قلتلوش حاجه، بيقول لي انت ايه؟ قلت له انا اهلاوي، راح ربطني في المكسور دي. ده انا ابويا ما ربطنيش، اتربط في صندوق. احنا اللي هناك كده على الرصيف، ما نعرفش. انا عايز اعرف هو فين. ما نعرفش احنا فين هو. ده راجل شران. ساكن فين طيب؟ ما نعرفش برضه، ده راجل شران يا عم. انت يا جحش، انت يا بقره، انت يا فيل، يخرب بيتك وبيت ابوك. في واحد سعيد يتربط في الدنيا يا اولاد الكلاب؟ امال ايه يعني، هتضحكوا علينا انتوا؟ امال ايه الطبيعه دي؟ نفسي اعرف فين هو. طب ابن الفرطوس ابن الجزمة دي فين يا دراح؟ يان يا فين راح؟ طيب قول لي، قول لي راح فين. طيب عارف. طب قول لي انت راح فين؟ ما اعرفوش. وانت يا انت انت بتبص لي من راح فين؟ راح فين يا راح فين يا اولاد الكلاب؟ طب قول لي راح فين. ماشي، خليني في الليزه السوداء دي، هكسرك من كل هني. خلاص يا دي، انت هو يا اولاد الكلاب. فين هو الراجل اللي كان قاعد هنا ده؟ فين هو؟ ايه فيه ايه فيه ايه؟ مالكوا يا رجال؟ انت مين انت؟ انا صاحب الفرش وصاحب الحاجه دي، وكل الرجال دول تبعي. تبعك؟ طب فين مكتور رقب اللي كان قاعد هنا؟ ما تشتمش الناس وعيب، واحترم نفسك عيب. يا عم عيب يا عم، ده انت راجل بلديات زي بس، يعني يرضيك انت كده؟ طب احكي لي ايه اللي حصل؟ اللي حصل اللي انا جاي عشان نورني ام دي. واحد كنا هنا وبقول لي انت اهلاوي، قلت له اهلاوي، راح رمى اللي بتاع اللي في ايديه وجرى. انت ايه اللي خلاك تقول له اهلاوي؟ امال يعني اقول له ايه؟ قول له انت قول له حنوتي. لا تقول له زملكاوي. فيها ايه يعني؟ ايه يعني الزمالك والاهلي ده؟ ايوه يعني عشان هو زملكاوي يرضيه. يا عم انا راجل لابس جلابيه، مالي ومال الاهلي والزمالك عشان يربطنا الرابطه الطين دي؟ صل على النبي، احنا ناس صعيده زي بعض. وانا صعيد. اما اقول لك ايه؟ وانا صعيدي. شوف لي الحمار اللي كان هنا، خليه يفك المصيبه اللي كان هنا. ماشي. الصندوق ده ثمنه 500 جنيه. 500 جنيه؟ ايوه، بالمونة اللي فيها تدهمني هسيبهولك. يا حلوة يا حلوة. امال ايه 500 جنيه دي؟ اجيبها منين ال 500؟ هتجيب لي صندوق ب 500 جنيه كمان؟ انت في ايه يا ريس انت؟ انت هتمد ايدك عليا؟ يا عم خليها، بص بقول لك هتمد ايدك عليا؟ اقول لك ايه، خليني انا لغاية دلوقتي ما مديتش ايدي عليك. انت تعدي النهارده؟ اما اقول لك ايه النهارده؟ طب هفهمك حاجة. نعم. عشان انت زعلان. خلاص بس يا ريس، في الليلة السوداء دي. ولأنك انت قريبنا وبلدياتنا. نعم. اخدك قول. عند السباك يفكها. ليه وانا دورة مية؟ سباك يا عم. السباك ماله، مال دوره الميه؟ امال ايه يعني، امال هم يعمل ايه السباك يعني؟ السباك عنده ايه؟ عنده منشار، شاكوش، عنده شيء يعمل بيه حاجه. طب خلينا نخلص المصيبه دي. طب خلاص خلاص خلاص، اخدك عند الميكانيكي محمد. لكن هو انا عربيه عطلانه هتقول لي ميكانيكي؟ يا ريس ده كلام ما يخشش دماغك. انت فيه ايه بالظبط؟ عايز مني ايه يعني؟ قول لي. بقول لك ايه؟ هي انت اقول لك ايه انت؟ عشان خاطر ربنا خلص. اوعى يدك تتمد، لان معايا رجال يسدوا عين الشمس. احنا انت معاك رجال، احنا مع انا اطراف. يا عم خلص، ابوس يدك يا عم. من غير ما تبوس يدي انا اللي ابوس يدك. ما تخلص في ليلتك اللي مطينا بطين دي يا عم. ايه ده، هو انت بس اللي بتعرف تقلع؟ اها اها. حضرتك اهلاوي بقى ولا زملكاوي؟ زملكاوي. اجدع ناس يا باشا، اجدع ناس. زملكاوي. ايوه زملكاوي. في حاجه ولا ايه؟ ولا في حاجه، ولا في حاجه خالص. ايه يا عم خد هنا، انت رايح فين؟ طب فهمني، انا عايز اعرف امشي ازاي. قوم انت واحد اندهوله. ده راجل شران يا اخي. شران ازاي يعني؟ وانا امشي ازاي كده؟ ما تفهمني. افهمك يا عم، انا ابويا جزار وعيلتي كلها جزارين. في ايه؟ مالنا احنا يا عم؟ مالناش دعوه، ما نعرفوش. راجل شران. طيب احنا، طب ازاي يعني؟ يعني يعني عايز اعرف ازاي. انا مال انا؟ طيب ازاي يعني؟ انا مال انا؟ طيب يعني عايز اروح ازاي؟ امشي ازاي؟ ما تكلمني يا عم، قول لي في مش خافس امك هقعد عليك يا عم. معرفوش. امال ايه؟ امال ايه؟ انا معرفوش. امال ايه هتصح؟ انا معرفوش. امال ايه؟ ما كسبتوني ليه كده؟ عشان قلت زملكاوي؟ انا عامل دلوقتي مفيش حاجه يا ابني. قوم اعمل اي حاجه، تشكوش اي حاجه. خلصني يا عم في الموضوع ده. بس هي مش كفايه بقى، دخلتني خالص. مش انت كبير الليله دي؟ انا ما عنديش ذنب، انا بقول ازاي يعني؟
انا بقول لك راجل شران. راجل شران ازاي يعني؟ يا عم بقول لك انا إيه؟ عايز اعرف شران ازاي؟ هتخليني ماشي كده على طول يعني؟ طب انا مالي، ما تدور ماشي ازاي إيه؟ يعني اعمل ايه؟ ما انت كبيرهم كلهم وعارفهم. لا انا مش كبير. لا انا عندي احساس ان انت عارفه. مش كبيرهم يا عم. عارفه. انا ما اعرفش حاجه. ازاي يعني؟ انا بقول لك ما اعرفش حاجه. ازاي ما تعرفش؟ انا عارف انت معاك المفتاح. في ايه؟ في ايه؟ واحد ربطني وماشي وهو ده عارف ان فين معاه مفتاح. يا جابر قوم، انا صاحب الحاجه دي كلها. انا ساعدك، قوم. انا ساعدك اهو. الحمد لله. ده انت وحش الوحوش. انت عايز افهم بس، تعرف تحكي لي الحكايه من الاول؟ قول لي ايه اللي حصل. انا جيت لمعت الجزمه منه. انت جيت ايه؟ جيت لمعت الجزمه لقيته فاضي. ايه؟ فبقول له انا زمالك. بيقول لي انت بتشجع ايه؟ بقول له بشجع الزمالك. ليه؟ ليه ايه يعني؟ ليه تقول له كده؟ ليه يعني؟ عايز اعرف. ما هو انت هتعرف. الله، يعني انت ما حسيتش ان هو اهلاوي؟ ما اعرفش ليه، هو كاتب على ظهره. بص هقول لك على كلمه باختصار. هاي. خالي وخالتك وتفرجوا الخلايا. ايه خالي وخالتك وتفرجوا حاجات دي؟ في فرح. واد غلبان ودماغه طاقه. على نفسه يا عم، ما علينا وما رجلينا دي نعمل ايه؟ هقول لك على كلمه نحل الموضوع. خد الصندوق ب 500 جنيه بالبضاعه اللي فيه. ليه اعمله ايه؟ احطه عندنا في المطبخ، احنا جزارين يا عم. طب انا اجيب مفتاح منين؟ يعني اعمل ايه يعني؟ اخدك على العربيه نص نجلي ونروح عند ميكانيكي. ليه؟ بقر انا هتوديها وتفسحها ولا ايه؟ وديتني للسباك والنجار ونقاش ولا وديتني هنا ولا ايه؟ عمال تفزعني يمين وشمال وخلاص. طب انا بقول لك اشتري الصندوق، فيه ايه؟ اشتري ايه بس وزفت ايه؟ انا عايز اخرم هنا وخلاص. خلاص هعمل لك حل جميل. ماشي، وريني الحل ده اخره معاك ايه؟ وريني رجلك. اهو ارفع رجلك، ارفع رجلك. ده خف جمل، ده مش رجل يا راجل. اه اديني ايه؟ فتحتها لك اهي. سيبني كده قاعد من الصبح وقاعد ومربوط في رجلي ومعاك المفتاح يا اخي. ايه ده يا ابني؟ خلاص. طب بص بص بص. ايه ده يا اخي؟ هفهمك هفهمك. امال ايه؟ طب فهمني. هفهمك. ايه؟ السلام ورحمه الله يا باشا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ده حته الجلد دي ما تلقاهاش دلوقتي. حضرتك حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. حضرتك زملكاوي؟ قلت لي حضرتك زملكاوي. زملكاوي. انت يا عم، انت هو فين صاحبك يا عم؟ انت يا عم، انت قلت له حاجه زعلي يا عم؟ ما قلت بيقول لي انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ اتفاجئت، بقول له زملكاوي اتفاجئت، راح كلبشني كده. يا ابني اتصرفوا، يا ابني اعملوا اي حاجه. السلام عليكم يا رجاله. لموا الصناديق والمونه يلا عشان تحطوها على التريسيكل. يلا ايه ده يا عم انت؟ ايه ده؟ شوف يا عم انت، الراجل اللي كان قاعد هنا دوت ربطني. انت بهدلت الصندوق كده ليه؟ يا عم بهدلت الراجل اللي كان يعني قاعد هنا. يعني الصندوق ده انت عارف تمنه كام حضرتك لما تكسره؟ بهدلته يا عم. انا مالي من تمنه، هديك تمنه بس اتصرف فكني. وانت قاعد ليه كده؟ قوم قوم يا ابني، اسندك اهو، اسندك يا حبيبي. في ايه؟ في ايه؟ يا عم ما انت شايف في ايه؟ ما هو مربوط قدامك اهو. الراجل اللي كان معاكم هنا دوت ربطني ومشي. الراجل اللي كان هنا؟ ايوه يا عم، صاحبكم اللي كان هنا. قولوا له نعسان. صحوه يا اخويا. انا ما نعسان ايه يا اخويا؟ بقول لك نعسان يا عم. صحيه. ما ينفع. بقول لك نعسان يا عم. صحيه يا عم. يا عم صحيه يا عم. انت مش فاهم، هو الواد نعسان اللي عمل فيك المقلب ده. طب تجيبه لي من تحت الارض. انا جيت واقف بلمع الجزمه. لقيته بيحكي معايا. انا قلت مين ده اللي بيحكي معاكو؟ هو زفت سعفان ده ولا نعسان ولا اسمه ايه؟ لا اسمه نعسان. نعسان نعسان يا سيدي. بيحكي معاك بيقول لك ايه؟ بيقول لي انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ قلت له زملكاوي. ليه؟ يا عم انت ليه يا عم تقول له كده ليه؟ ويا جريمه يا عم انت لما اقول له زملكاوي. يا عم هو اهلاوي. ما انا انا خلاص اتخنقت. هتكسر الصندوق. هكسره وهكسر ابوه كمان. خد الصندوق كله ب 500 جنيه، دي مش فلوس. هعمل بيه ايه الصندوق ده؟ لو سرحت بيه عيل بيعمل لك في اليوم 150 جنيه. يا عم انا راجل مهندس، اسرح بصندوق؟ حضرتك طالب مني ايه؟ رب. اعمل ايه؟ تفكني دي. هو انا اللي قفلتك؟ سرب وفك. مش انت المعلم بتاعه؟ انت عارف انه مجنون، بتشغله معاك ليه؟ انا عايز افهم. وبتقول انت عمل الحكايه دي تلات اربع مرات قبل كده، ليه سايبه؟ الصندوق ده ب 500 جنيه، نحل الموضوع. طب ماشي هديك اللي انت عاوزه بس نخلص. لا انا سيبهولك. انا مش عايزه ولا عايزه ولا عايز القفل. انت تصرف فيه انت. اتصرف انا بمعرفتك انت. اديني 300 وانا اخد المونه. اديني بديك حلول. الله. كم حل حضرتك دلوقتي قلتها لك؟ انا بقى نحكي احنا بقى.
انا عاوز افهم، هفضل في الليله السودا دي كده كتير؟ ازعاج لي ليه؟ انا راجل بل... يا كابتن، كابتن. حضرتك بتنتهي لي انا؟ ايوه مش حضرتك ابن مصطفى البقال بتاع ال... لا والله انا مش ابن مصطفى. انت جبنا رومي؟ لا والله مش انا. امال اسم حضرتك ايه بقى؟ انا اسمي احمد. حضرتك احمد انت هنا من حته يا احمد؟ لا والله انا كنت عند واحد صاحبي حضرتك في زياره ومروح. ايوه كنت. طب عايز اديك حاجه يا احمد. ليه انا حضرتك؟ ايوه ليك انت، عشان انت ولد مؤدب وكلك ذوق. خد امسك. شكرا حضرتك. دي ليا انا؟ عليك انت. كنت طالبه منك طلب صغير. يا راجل بتاع البوسطه جاب الجواب ده. انا بس عايز حضرتك تقراه لي لو تكرمت بعد اذنك، لان انا يعني نظري بقى على قدي. معلش حضرتك. مع ان انا كنت بطله رمايه زمان. زمان بقى معلش حضرتك. كنت بطله رمايه نش النشان يعني كده طوالي. ربنا يديك الصحه. الله يخليك. اتفضل حضرتك. الجواب ده لحضرتك؟ مش سامعك، في حجره تحتيك ممكن تطلع عليه. ايوه شاكره قوي معلش عشان مش سامعه صوتك يعني. الجواب ده لحضرتك؟ ايوه ده جاي لي انا حضرتك. حبيبتي وديده. مين ده؟ حبيبتي وديده. ممكن تعلي صوتك سنه؟ حبيبتي وديده. ايوه سمعتك سمعتك سمعتك. اليوم اللي بيعدي عليا من غير ما اشوفك ما بيتحسبش من عمري. بحبك قوي. ايه؟ بحبك قوي. علي صوتك شويه يا ابني. بحبك قوي. ايوه ايه ده؟ يا نهار. يا في ايه؟ ايه يا استاذ؟ في ايه حضرتك؟ في ايه؟ ده ابني، ابني شافنا. ابنك حضرتك شافنا؟ انا بعمل ايه حضرتك؟ شافنا يا احمد. شفنا؟ طب انا ما شفنا حضرتك. احنا بنعمل حاجه غلط يعني ولا ايه؟ مشي جورج دي كونفيستونس دي كي دي جون. يا استاذ يا مسيو جورج ما بيفهمش عربي حضرتك. ما طب حضرتك فاهمين ان انا مش غلطان في حاجه. انا جايه لك يا استاذ. حضرتك انا ما في ايه حضرتك؟ قسما بالله ما عملت حاجه. احمد ولد طيب يا ست. شكرا. انت انسان رقيق وطيب. ربنا يخليك. شكرا ومحترم. طب شكرا حضرتك. لانك ايه ما دخلتش من الشباك، انت دخلت من الباب. دخلت من الباب اعمل ايه حضرتك؟ انا ماشي حضرتك. ندعت عليا يا استاذ فؤاد حضرتك. انا ماشي حضرتك. قالت لي اقرا الجواب ده. انا قلت لك ايه؟ قلت لي اقرا الجواب فيه حضرتك. انا قلت لك. انا قلت لك ولا انت اللي بتقول لي؟ انا جايب لك معايا الورده الحمراء. انا قلت لك ورده حمراء. الورده بتاعت حضرتك ايه؟ خد الورده يا استاذ. لو سمحت حضرتك في كلمة مش بالطريقه دي. في كلمه واحده عايز اقولها لك. طب انت مش قلت لي ربنا يسهل يا رب وفؤاد يتجوز والبيت يفضى ونتلم على بعض ونقعد؟ ما حصلش. عايز ايه؟ عايز امشي. انا مش بالطريقه دي كده معلش. عايز ايه حضرتك؟ عايز امشي. امرني حضرتك. عايز ايه؟ عايز امشي. ايه؟ امشي. انا مش هاجي الشارع ده تاني معلش. انا اسف انا غلطان. ايوه ما احنا بعد كده لو انت هروح شقتك ونتجوز ستي... فيها يبقى مش هنيجي هنا تاني. يا ستي ولا تتجوزي ولا تعملي حاجه. انا عظمي زي الحلاوه الطحينيه. عارف والله ان عظمك زي الحلاوه الطحينيه حضرتك. طب ايه ده؟ بتقول ايه؟ حضرتك انا عارف ان عظمك زي الحلاوه الطحينيه. انا عظمي ماله؟ زي الحلاوه الطحينيه. انا ما اعرفكيش يا ستي. انت شفتيني قبل كده؟ امال انا عايز ترتبط بيا ليه؟ ارتبط بيكي مين حضرتك؟ حضرتك انت قد ام امي. مش أم كده قد ام امي يعني. مش أم كده مش بالطريقه دي. انا كل سني 74 لسه ما كملتش 75 سنه. كمان حضرتك بتقولي لي ارتبط بيكي؟ حضرتك انت عارف حضرتك انا عندي كام سنه؟ كام سنه انت؟ انا عندي 22 سنه. لا جورج ليه زادت فواتير تفاصيل غبا ادغز تي في دي غاز دي ودي فو غادي. لا. لا 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 عارف انا بقول له ايه؟ نعم حضرتك. انا بقول له ايه؟ واضحه يعني بتقولي له اضربه. بس الجواز بالاتفاق يا ستي. جواز ايه؟ اتجوز واحده قد ستي؟ حرام عليك. ايه ده؟ اتجوز واحده قد ستي؟ مش سامعاك. اتجوز واحده قد ستي؟ عيب يا واد ما تقولش كده. يا ستي حرام عليكي، حرام عليكي اللي بتعمليه فيا ده. انا عملت لك ايه؟ عملت لك ايه؟ في ايه حضرتك؟ حضرتك انا عايز امشي بقى. حرام عليكي اللي بتعملوه فيا ده. انت عارف الشقه كام اوضه؟ يا ستي انا مش عايز اعرف. لا اسال سؤال. كام اوضه؟ جوه هنا؟ سته. طب يا ستي شكرا ربنا يخليهم لك. امشي انا بقى. تخلي ايه؟ الاوض. اخلي ايه؟ ربنا يخليهم لك. ايه هما؟ الاوض. ايوه انت عظمك زي الحلاوه الطحينيه. نعم عظمك زي الحلاوه الطحينيه. عظمي ماله؟ زي الحلاوه الطحينيه. انت انسان لطيف. شكرا يا شكرا يا ماما. انت بتقول ايه؟ شكرا يا ماما. ماما؟ ماما ايه؟ موي لما يشتحك. شكرا يا حاجه. شوف يدي فور كونستيتيفون تي با و دي فيسيون
خلاص هم بعده هم ليك. هقول لك انا حقيقة. ايوه مش حضرتك اوعيدي بقى كده اوعيدي انا مش هاجي هنا تاني ومش هعرف الحته دي خالص. صاحبي ده جزمه لو جيت له انا تاني ولا هنزل من باب البيت خالص. ايه ده ايه ده تعال احمد احمد بحبك قوي. بتحبني ايه؟ هو بيقول بحبك قوي. ابني ابني وصاحبه شافونا شافونا يا ابني. خلاص شافوا ايه يا حاج؟ شافونا انا نازلالك. اول مره قعدت بام المنطقه دي. ازاي؟ انا كنت بشوف شقه هنا هشتريها والله العظيم هشتريها. وليه تشتري شقه حضرتك؟ انا ما الشقه موجوده. شقه ايه اللي موجوده؟ اللي هي شقتي حضرتك. مش هنتجوز يا ابني زي ما نتجوز ايه يا امي؟ شفت مين ولا مين؟ انت يعني ايه مش فاهم؟ حرام عليكي. يعني دلوقتي انا اكبر من مين؟ ايه؟ اكبر من مين يعني؟ انت اكبر من توت عنخ امون. اكتر مين؟ اكبر من توت عنخ امون. جان دي فرانس ديان. وفرنساوي كمان؟ يا فؤاد ده بيعبدني يا عبدك. ده بص ده بيقعد يقول لي كلام هنا تحت الشباك وبيعيط بالدموع. هو جايب لي الورده اهي. دموع دموع الندم. ابني موجود اهو. اه واحنا جاهزينه تحت امرك. جاهزين ايه تحت امر مين؟ انا تلات اوض ابني وتلات اوض بحري جوه. ولا تلات اوض ولا ست اوض ولا سبع اوض. ايه قصدك على ايه؟ على الشقه؟ ايوه حضرتك. جواز؟ ايوه يا واد. نو ليه نو؟ لا مش فاهمه. لا لا في ايه حضرتك؟ جواز ايه انت بتورطيني؟ بورتك في ايه؟ لا 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 احنا بنحب لك الخير يعني. طب ده ايه ترضاها على امك؟ ترضاها يعني؟ يا ستي ابعدي عني يا أنا ستي. انا بقول لك تقعد معايا في شقتي. انا مش عارف في ترضيها النهارده. تتقدري منين انت؟ في ايه يا ابني بس مالك؟ الله يخرب بيت ابنك على بيتي كل كارير. اوعى بس في ايه؟ اوعى اوعى في ايه؟ تعالى هنا تعالى هنا. ولا اسمك ايه؟ هاني. هاني ممكن اديك هديه لو تكرمت تقبلها مني؟ يعني واردة عشان انت اخلاقك محترم. ممكن تطلعني على الحجر ده؟ شايفه؟ ايوه ايوه. عايزك بس تقراهولي عشان فؤاد ابني في المصنع دلوقتي. فا تقراهولي عقبال ما يجي بس. ماشي حاضر يجي بالسلامة. وحشتيني قوي قوي. ايه ده؟ وحشتيني قوي قوي. الله يخليك الله يخليك. مشي. الدنيا ملهاش طعم من غيرك. الدنيا ايه؟ ملهاش طعم من غيرك. ايه تاني حضرتك؟ الدنيا ملهاش طعم من غيرك. ايوه ايوه. بحبك قوي قوي. مش سامعة دي. بحبك قوي. وانا بعوم في حتة دخل في ودني الشمال طحلب. فسمعي سمعي قال شوية. سلامة. اخر حاجة ايه؟ بحبك قوي. ايه؟ بحبك قوي. حبني قوي. يا خبر يا نهار. ابني ابني فؤاد وصاحبه. مش انت اللي قلت لي وانا معدي اقرا الجواب وخد الورده دي عشان انت انسان مهذب؟ انت يا هاني منين هبلد يا هاني؟ انا اصلا من الصعيد وجاي هنا عند جماعه قرايبي اصلا. هو قال لي كده انا مش صعيد وعايز اعيش معاكي على سنه الله ورسوله. على سنه الله والله ورسوله. ايه يا ستي؟ انا نازله لكم. مش انا وانا معدي انت بتنادي لي حضرتك؟ وانت معدي بتنادي لي بتقولي لي اقرا الجواب عشان ابني في اسطوره. انا قلت لك ايه؟ اقرا زفت الجواب وخد الورده. احنا واقفين بنتكلم وبنتفاهم. طب ما تقول لهم الصراحه. حرام عليك. انت مش تعرفيني ولا عايز اعرفك انا؟ هاني 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 انا مش عايزاك تقل قيمتي قدام ابني. يعني ده جزاء عشان عملت معاكي معروف؟ ايه هو بقى ايه ده؟ ايه معروف يعني؟ قريت لك يعني عملت فيكي خير. جبت حروف ايه وحروف ايه؟ عملت فيكي خير. جان لي فاجيتيف دي باس. يا ست جون ايه وبتاع؟ انا عايز امشي. انت عارف هو راح فين دلوقتي؟ راح فين؟ نسيبه ماليش دعوه. راح يجيب المأذون. مأذون لمين؟ انت مجنونه؟ احنا الاثنين. اوعي يا ست مجنونه. بتتكلمي ازاي؟ مش هنتجوز يا لهوي. يا ست اوعي. ابني اوعي. ابني وجوزي بيتخانقوا مع بعض. ابني وجوزي بيتخانقوا مع بعض. يا لهوي.